بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مہینے میں یہ 10 درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید المحبوبین، اللہم صلی علی سیدنا محمد سید المرسلین، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المسبحين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد العارفين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المنادين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المحسنين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المؤلفين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الشافعين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المبشرين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المتصدقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔